هذه اللعبة هي ما خلفته الحرب على أطفال تعز، انتشرت في معظم الأحياء بين أطفال المدينة حتى بدت واحدة من المظاهر السيئة التي طبعت في أذهانهم المستقبل بحاضره الموجوع بأدوات الحرب. وأنا باعتقادي أن هذه اللعبة ستولد سلوك سلبي للأجيال القادمة ما لم يتم توقف هذه اللعبة. احنا الآن في مستشفى الأهدل، معي الولد ابني الولد سليمان، تعور في أول أيام عيد الفطر المبارك برصاص مسدس خرز اللعب هذا الصينيات، وهو الآن طبعا فقد عينه، العين اليمنى. أنا أنصح زملائي أن لا يلعبوا هذه الألعاب، يلعبوا ألعاب غير هذه عشان متعور زين. مستشفيات المدينة التي استقبلت العشرات من الإصابات جراء هذه اللعبة الخطرة التي خلفت إصابات أوساط الأطفال، ذهب مسؤولوها إلى توجيه النداء للمعنيين وأولياء الأمور للحد من انتشار هذه الأداة المشوهة والعمل من أجل منعها. تم استقبال العشرات من الأطفال بسبب اللعبة الخطرة، لأنه تؤدي إلى فقدان النظر وإلى العمى في بعض الحالات. بعض الإصابات كانت ولله الحمد خفيفة، وبعض الإصابات متوسطة، والبعض الإصابات يعني كانت كبيرة جدا وتستدعي إلى تدخل جراحي. هناك العديد من الألعاب التي يمكن أن يستفيد منها الطفل، لهذا أنا أرجو وأكرر الكلام هذا، أن يتم منع دخول ووصول مثل هذه الألعاب الخطرة بالشكل النهائي ومحاسبة كل من تسبب في دخولها إلى البلد. توعية الأسر والأطفال بمخاطر هذه اللعبة واستبدالها بألعاب طبيعية أو بالذهاب إلى حدائق أقامتها المبادرات الشبابية والمهرجانات العيدية تخفف ولو بالشكل البسيط من وقوع الإصابات بين الأطفال. مخلفات الحرب هي الجزء الأسوأ منها كما نشاهد الآن في خلق ثقافة امتلاك السلاح التي بدأ يبحث الأطفال عنها هنا في تعز، ولكن نتمنى ألا تجد طريقا لهذا الجيل الغض. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.